شيخنا بالنسبة لما جاء في قوله تبارك وتعالى: وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. دلت السنة النبوية أنه صلى الله عليه وسلم أجاب الأعرابي أو أجاب الرجل قال: أبي وأبوك في النار. وفي رواية: أبيت وأبوك في النار. ذكرنا في بعض الكتب أو تبنى هذا الذي أقوله بعض إخواننا اللي نشهد لهم بالهمة بالتزام أنه يحتمل أبي وأبوك في النار، يعني أبي عمي وعمك. إيش ردكم يا شيخ؟ ويحتمل العكس، بده يكون كذلك، بده يبرئ والدين الرسول صلى الله عليه وسلم. ما تحتمل هذه؟ قلنا له كيف؟ التبرئة أولا لا هي بإيده ولا بإذنه، لكن نحن هلا عم نحكي عن معنى الحديث. أنت على زلتك. لا أنا بردش عليه. ها؟ أنا بردش عليه بس أنا بدي لا لا على زلتك تنقل عنه. أي نعم. بيقول إنه يحتمل. طيب ما يحتمل المعنى الظاهر؟ أكيد. إذا شو جوابه؟ حتى أولى. شو جوابه؟ ما عم سألك إلك. إيه. شو جوابه؟ جوابه ما سألناهوش على الثاني. هاي المشكلة. لذلك نتعلم السؤال والجواب. صاحبك لو إنك تحكي له أنت. معليش صاحبي. كله بلغني عنك كذا كذا. بس بغيبه؟ لا. ما بصغيبه؟ نعم. أنا كرهان إني أذكر اسمه. بعدين بحكي لك. بعدين طيب. في كلام أخوان. هذا الحديث إذا أول تعطلت الشريعة. هذا أولا. ثانيا الحديث له مناسبة، وهي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أين أبي؟ قال: في النار. شو مفسر أبوه ده؟ يعني عمه؟ لا، ظاهر الحديث واضح. ظاهر الحديث واضح. إذن هذا التأويل، هذا التأويل ما بيمشي هنا، لأنه إله مناسبة، المناسبة تمنع التأويل، تبطله. هذه واحدة. ثاني واحدة، ماذا يفعل بحديث استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت في أن أستغفر لها فلم يأذن لي؟ ولا خاطر الأب عنده هذا صاحبك أكثر من خاطر الأم؟ الحقيقة نهشنا من الكلام تبعنا. والله غريب صح النوم. الظاهر نمت هيك شي لحظات كان ياخذ، كان جدد النشاط يعني. ما شاء الله. بس سبقك بها عكاشه.